وفي التطورات الميدانية دائما قتل 10 عناصر من قوات النظام السوري بعد أن استهدفت كتائب المعارضة المسلحة قافلة عسكرية براجمات الصواريخ في ريف درعا الشمالية. وأسفر الهجوم عن أعطاب عربتين عسكريتين بالإضافة إلى خسائر بشرية بحسب تقارير لمصادر ميدانية. قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون مناطق في مدينة نوى وأطراف بلدتي أم العوسج وتل شهاب، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ينضم إلينا من درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة. سيد أحمد، انقل لنا ما يجري حاليا في درعا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوضاع الميدانية في محافظة درعا استهلها الجيش الحر صباح اليوم باستهداف مقرات الفرقة 9 بمدينة الصنمين بقذائف المدفعية والهاون، وتم تحقيق إصابات مباشرة، وكما استهدف أيضا تجمعات هذه القوات داخل كتيبة جدية وبلدة قيطة بالرشاشات الثقيلة. وكانت قوات النظام قد تحشدت في بلدة قيطة واستهدفها الجيش الحر، وكانت قوات النظام قد حاولت التقدم من دير البخت إلى دير العدس يوم أمس، مما أدى إلى استهدافها من قبل الجيش الحر لهذا الرتل، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من قوات النظام وتدمير آليتين. فاتبعت اليوم قوات النظام سياسة الفرادة، إرسال الأرتال على شكل فردي، سيارات فردية وليس على شكل أرتال، خوفا من استهداف الجيش الحر لهذه القوات. وردت قوات النظام بقصف عنيف جدا على سملين وزمرين وإنخل وأم العوسج وكفر لاسج بمنطقة المثلث ومحيط مثلث أرياف دمشق درعا القنيطرة، هذه المنطقة المشتعلة كثيرا. أما بالجهة الشمالية الشرقية محافظة درعا كانت هناك قوات من داعش تحاول شن هجوم على قرية المدورة بريف درعا بمنطقة اللجا، حيث تصدى لها الجيش الحر واشتبك معها، والآن قرية المدورة باللجا هي تحت سيطرة الجيش الحر. شكرا جزيلا لك من درعا الناشط الإعلامي أحمد المسالمة.